كيف اشتغلت في 2020 قدرنا نوصل حجم مشاريع أكثر من 2.5 مليون؟ هذا اللي راح أحكي فيه في هذا الفيديو. جاسر مصطفى وجاي توكس وفيديو جديد. خلينا نبلش. مرحبا جميعا. بما أنه أنا قبل أسبوع أو اثنين ما بعرف على حسب متى راح ينزل هذا الفيديو، نزلنا فيديوهين على التشانل كان كل واحد فيهم يحكي عن أنه كيف تخلي الفلوس فعليا تركض وراك، كيف تخلي الفرص الأحسن والأحسن هي اللي تركض وراك من غير ما أنت تكون عم بتدور عليه. فاليوم في هذا الفيديو زي ما حكيت في الانترودكشن حبيت أن أعمل شيء بيحكي عن أنه كيف أنا كل اللي حكيت لكم إياه في الفيديوز خلاني ب 2020 أقدر أشتغل ويتعدى حجم الشغل اللي أنا بشتغله 2.5 مليون أو حتى أكثر من 3 مليون. مش في بالي الرقم الصحيح 100%، لكن هذا اللي راح يكون في تفاصيل الفيديو اللي راح أحكي فيه حاليا. طبعا أولا حط في بالك أنه مش كل إشي أنا قاعد بحكيه في الفيديوهات أو في هذا الفيديو تحديدا هو قابل للتطبيق في كل المجالات وفي كل الأماكن وفي كل المحاور، وإذا عملت هيك فأنت 100% راح تشتغل السنة الجاية بمبلغ يتعدى 3 مليون أو 5 مليون أو 7 مليون أو whatever. لا، اللي أنا بحكيه هو definitely إن شاء الله راح يخليك إذا اشتغلت عليه يقدر يخليك أنت أو أي شخص في مجالك أو في مجاله مبدع، وتقدر تعمل أكثر من الأشياء اللي أنت كنت متوقعها، تقدر تدخل أكثر من أنت متوقعه، تقدر تطلع من جعبتك أكثر من اللي أنت كنت متوقع أنك تقدر أنك فعليا تطلع. وهذا الحكي اللي أنا بحكي لك إياه هو عبارة فعليا عن تجارب شخصية literally أنا مريت فيها وأنا عم بلمس نتائجها، فبحب أن أحكيها في الفيديوز لحتى الشباب اللي أنا دائما بشوف إنه الكل بيقول لك مكتئب والكل مش ظابطة معه والكل بيعمل وبسوي ومش ظابطة، فأحضر هاي الفيديوهات. أنا مش motivational speaker بالمرة، لكن أنا عم بحكي أشياء إن شاء الله أنها بتكون بتفيد الناس اللي عم يحضروا هاي الفيديوهات وتساعدهم إنهم يقدروا يحسنوا من الشيء اللي عم بيعملوه ويوصلوا للشيء الأحسن من اللي هم بدهم إياه. اللي احكي لك اياه انا كيف بلشت قصتي مع الشركه اللي انا فيها موجود حاليا. في 2019 لصفه واحده اخوي كان قاعد مع مديره بيحكوا بدردشوا وبتغدوا وهم اصحاب اصلا، فساله كيف حال جاسر وين اراضي، والله قال له جاسر في المشروع الفلاني حاليا عم بيشتغل بمليد او بمانجر، ما بعرف شو الجواب اللي اعطاه اياه، واموره تمام الحمد لله. حكى له جد اخوك بيشتغل في مجال بم، انا بدي حدا بيشتغل في مجال بم بدور قاعد مش ملاقي. حكى له والله موجود وخذ احكي معه مباشرة هيك كل صوت، رن علي مرحبا كيفك جاسر، هذا اخوي عم بحكي معي، شو اخبارك فاضي؟ والله هو انا مش فاضي بس احكي في اشي. قال انا قاعد مع اكس من الناس وبده يحكي معك وبده يقعد معك. قلت له اوكي ما عندي مشكلة. حكيت مع الزلمة دردشنا شوي بعدين اتفقنا انه نلتقي في مكان معين في يوم معين في وقت معين اكون انا فاضي فيه ويكون هو فاضي فيه ونتغدى انا وياه واخوي وبعدين ندردش في موضوع الشغل. فقعدنا مع بعض بالوقت اللي اتفقنا عليه وتغدينا ودردشنا وسألني كثير أشياء عن الشغل وسألته كثير أشياء عن الشغل والاثنين we have found that we have the same intentions و targets و aims و career path. الهدف منه أنه يوصل لنقطة مشتركة بيننا الاثنين، فالتقت الأهداف واتفقنا أنه نحن نشتغل مع بعض. وفعليا ب 1/12/2019 I have moved from my career ورحت I have joined الشركة اللي أنا فيها حاليا وبلشنا شغل. وكان عنوان المرحلة اللي أنا دخلتها يا بتصيب يا بتخيب، بس ما بنفع تخيب بالمرة لأنه you have left المكان اللي أنت كنت واصل له لحتى توصل لمكان أحسن منه. وفعليا ما رح أدخلكم في كثير تفاصيل الأشياء اللي مشينا فيها، بس بالملخص أول مثلا 5 شهور من الشغل كان ما في منها أي فائدة فعلية، يعني في أوكي في شغل بس ما في فائدة فعلية من الأشياء اللي قاعدين نعملها. مش عم بلمس إنه أنا I am doing well ولا لا، عم بفيد ولا لا، عم بستفيد ولا لا. أول 5 شهور usually بتكون هي عبارة عن صحوة من الكف اللي انت ضربته لحالك انك انت جيت على مكان. مش انا بحكي عن الشركة اللي فيها، ان جنرال اي حدا بغير وظيفته زي كأنه اكل كف. اول 3 4 5 شهور هدول مش من حياتك. هلا الشهر السادس فعليا لا بلشنا ندخل المشاريع، بلشت تزبط الامور، لا
ناخذ مشروع ورا مشروع، الشهر السابع مشاريع اكثر، الشهر تعمل مشاريع اكثر، لغايه اليوم ان سنه الحمد لله. وبقدر احكي انه حجم المشاريع اللي قاعدين نشتغل فيها واللي دخلناها على الشركه تعدت 3 مليون، وما احكي كم الرقم اللي فعلا اللي وصلنا له، انا ما بقدر احكي هذا الرقم، بس فعليا تعدينا 3 مليون الحمد لله. فما في إشي مستحيل، في اشياء صعبه ديفينتلي، بس ما في إشي مستحيل. ففعليا ايش اللي انا طالع احكي في هذا الفيديو، ايش هي فعليا البنود والخطوات والاشياء اللي جاسر عملها واللي كانت عامل مساعد كبير له انه اليوم قاعد وقادر يحكي فعليا عن هذه التجربه ويحكي فعليا شو اللي عمله، عشان اذا في حدا ممكن يستفيد من هذا الموضوع فان شاء الله يا رب. اول شغله من الشغلات اللي ساعدتني فعليا نوصل لهون هي كل شيء انا حكيت لك اياه في كل الفيديوهات اللي شفتها على الشانل، سبيشالي اخر 2 فيديوز نزلوا على الشانل اللي حكوا كيف تخلي الفلوس والفرص تركض وراك، واللي كان منها التعب على حالك، الدراسه، التعلم، التعليم، مواصله الشغل، الاصرار، الممارسه بهدف انك انت تطور من حالك وتاهل حالك وترفع معنويات، ترفع قدرات، ترفع السكيلز الموجودة عندك ومهاراتك، وتعمل بروموشن لحالك، وتعمل بروموشن للسكيلز الموجودة عندك، ومش بس تعملها بروموشن، لا، تكون متأكد انك الاشي اللي قاعد تعمله بروموشن هو اشي فعليا بحل مشكلة موجودة او الناس بحاجة لهاي السكيلز اللي موجودة عندك، سبيشالي في المكان اللي انت عايش فيه او wherever المكان اللي انت ناوي تروح انك تشتغل فيه. فهاي كانت من اول النقاط اللي فعليا انا اليوم بلشت ألمس نتائجها، بلشت أحس إنه والله اللي كنت أعمله زمان فعليا وصلني لواحد 2 3، اللي عملته في السنة الفلانية وصلني لواحد 2 3. فبليز إذا أنت عم تحضر الفيديوز ارجع احضر الفيديوهين اللي قبل، واعرف إنك أنت إذا ما كنت ماشي بهذا الطريق اللي أنا عم بحكي فيه إنك أنت كثير متأخر ولازم تبلش. يعني أوكي أنت متأخر بس لازم تبلش. النقطة الثانية اللي خلتني اليوم قاعد بعمل هذا الفيديو وبحكي عن هذا الموضوع بكل أريحية وبكل ثقة، اني في 2019 بواحد 11/2018 سوري، اللي كانت نهاية 2018 بداية 2019، ما حكيت للفرصة الصح اللي اجت في الوقت الصح، ما حكيتها. حكيت في الفيديو من الفيديوهات انك انت لازم تعرف مين الفرصة اللي تحكي لها يس ومين الفرصة اللي تحكي لها نو، وما تضيع حالك فرص الا اذا كانت لترالي هذه الفرصة انت شايف انه لا، فما تضيع حالك. انا ما ضيعت هذه الفرصه، مع انه ضبابيه النجاح فيها كانت عاليه، امكانيه النجاح فيها كانت ما بعرف شو راح يصير، لكن وثقت فعليا بالقدرات الموجوده عندي ونويت وتوكلت على ربنا وحكيت راح امشي بهذا الطريق، وما حطيت لحالي احتمال 1% انها ما تزبط، لانه ما حينفع معي انا جاسر ارجع ستيب باكورد سبيشالي في هذا الباث. فحطيت لحالي هدف وقاعد بمشي عليه. ورقم 3 من النقاط اللي فعليا بحس انها هي كانت من اهم الاشياء اللي خلتني اليوم بحكي لك هذه القصة، اني رضيت او قبلت او نويت او اصريت اني اخذ الريسك اللي موجود في هاي التجربة، حملت حالي وطلعت من الكومفورت زون اللي انا كنت موجود فيها، لاني واصل لمرحلة كنت مرتاح الحمد لله فيها ماديا من ناحية الراتب والبوزيشن كان كثير عالي والشركة كثير منيحة والبروجكت اللي بشتغل فيها كثير كبيرة وكثير خليني احكي ما بتتكرر، كنت موجود في comfort zone، اي حدا تاني يمكن ما حيطلع منها، راح يضل قاعد فيها وما حياخذ هذا الريسك. انا لا، طلعت حالي من comfort zone واخذت هذا الريسك، وهيني ب 2020 بنهايتها عم بحكي معك عن هذا الموضوع. في واحدة من الجمل اللي انا سمعتها او قراتها كانت تحكي انه the life starts at the edge of your comfort zone، ما حتشوف الحياه، ما حتشوف فرص، ما حتشوف الاشياء المنيحه إلا بعد ما توصل عند حفة الكومفورت زون تبعك وتطلع منها. طول ما أنت قاعد في الكومفورت زون أنت عايش حياة عادية. شغلة ثانية كمان هي لك، إذا أنت حابب أنك تكون extra ordinary أو إذا أنت حابب تكون ordinary so live your life، عيش حياتك عادية، وإذا أنت حابب تكون extra ordinary you have to do something extra أو you have to be extra، لأنه extra ordinary is the ordinary plus the extra، you have to add something extra to your ordinary life. وهذا فعليا اللي انا مشيت. رقم 4 من النقاط اللي فعليا ساعدت انك تحط لحالك خطة، وهذا اللي انا عملته، حط لحالك خطة واضحة المعالم وامشي في تنفيذها، ما تحط الخطة وتمشي بطريق ثاني، امشي في تنفيذها، اذا لقيت انها بتطوير طورها وكمل مشي فيها، بس حط خطة واضحة المعالم، هدف واضح المعالم، وامشي باتجاه تحقيقه. بعرف انه كل الحكي هلا حاليا
بتحكي انه ايديال ونظري، لكن هو فعليا مش نظري. انا عم بحكي لك الاشي اللي فعليا صار معي خلال السنوات كلها اللي مرت، وتحديدا خلال السنه الماضيه اللي الكل زعلان منها اللي هي 2020. النقطه الخامسه من النقاط اللي صراحه ما حسيت فيها يمكن فعليا بالحجم اللي انا حاسس فيه هلا الا بسنه 2020، هو انك انت لازم تكون فريق عمل قوي وفاهم وعارف شو بيعمل وقد المسؤوليه وعارف يتصرف. مش بس انك تكون هذا الفريق وتعطيه السبيس تبعه وتعطيه مجال انه ينجز المهام اللي منوطه فيه اللي انت بتعطيه هاي المهام واللي هو بيلاقي انها هي مهامه، وبالعكس تعطيه مجال انه يكون انيشيتيف ويعمل اشياء تكسيد الريسبونسابيلتيز اللي هي موجوده عنده بحب طبعا ومش باجبار. رقم 6 من النقاط اللي ليترالي لازم تستخدم قدرات الاخرين ومعرفه الاخرين ومجهود الاخرين قدر الامكان، طبعا بمقابل اكيد وبشكر وبحب، ورح تناقروا كثير بس مش مشكلة. هذه الشغلة لازم تستخدمها كثير، لأنه كل ما استخدمت قدرات وخبرات أكبر، طبعاً لها علاقة بالفيلد تبعك، تكون فعلياً قدرات ومهارات صحيحة وقوية، أنت حتستفيد أكثر وحتقدر تنجز أكثر وأكثر، يمكن الكوست تبعك راح يكون أقل، فأنت تنافس أصلاً بطريقة أحسن. فاستخدم قدرات الآخرين مع قدراتك، قدرات فريقك قدر الإمكان. رقم سبعة، أنت عملت فريق قبل نقطتين وكونت هذا الفريق القوي وعطيته مجال يتصرف ويعمل المهارات المنوطة فيه قد ما يقدر. نقطة رقم 7 أنك أنت تشتغل بروح الفريق فعليا، أنك تشتغل بروح الفريق ودائما تشتغل على تطوير نفسك، لأنك أنت راح تكون المرجع وهم راح يسألوك أنت دائما للقرار وإلى آخره. والنقطة الثانية أنك تطوير أصلا الفريق اللي أنت بتشتغل فيه، لأنه في البوينت اللي أنت شكلت فيه هذا الفريق كنت تدور على مهارات معينة، اليوم هذا الفريق لازم يكون عنده مهارات أكثر، تطورت أكثر لأنه طلع معك مشاكل أكثر، بدك تحلها أكثر، مشاريع أكثر، تعرضوا لها ins and outs كثير وبروسيسنج كثير، بدهم يكونوا تشربوها، وبدك تقدر تعرف كيف إنكم كلكم مع بعض تطلعوا أحسن ما عندكم towards الهدف تبع إيدر الشركة تبعتكم أو البروجكت اللي عم تشتغلوا عليه. رقم 8 تقريبا شبه 7، إنك تضلك تشتغل على حالك وتضلك تطور من معرفتك وتضلك تبني على الأشياء اللي عرفتها، وتضلك دائما زي ما حكيت لك واحد من الفيديوهات الماضي انك تضلك انت المرجع واحسن واحد بيفهم في الفيلد اللي انت تشتغل فيه. اذا انت كنت هذا الشخص انت دائما الناس راح تأشر عليك عشان تسألك، راح تروح لعندك علشان تطلب منك انك تشتغل معاها في المشاريع اللي موجودة عندها. رقم 9 بدها قاعدة منيحة. رقم 9 استخدم العلاقات الموجودة عندك، موجودة عند شركاتك والقدرات تبعتكم خلينا احكي البروفيشنال كونكشنز الموجوده عندكم، بس ما حتستخدمها عشان باي ذا وين الناس حتفهم موضوع واسطه، لا، في الشغل هاي العلاقات راح توصلك بس للمكان انك انت تقدم نفسك، تقدم خدمتك، تقدم شركتك، وتقدم فريقك، وتقدم يور بري كواليفيكيشنز وهاي الاشياء. بعدين راح تدخل في ديبيتس مع تيم الشركة اللي بدها إياك أو بدها ناس تشتغل لها مشاريع أو تشتغل معها مشاريع أو تسبورتهم سيرفيس هم ما بيعملوها. لو قد ما كان عندك كونكشنز وقد ما كان عندك معارف ووصلوك للأشخاص اللي مسؤولين عن البروجكت واللي راح يقرروا أنك تشتغل ولا لا، إذا أنت ما بتفهم ومش قد حالك ومش شاطر وليترالي شركتك مش شاطرة، ما حتاخد شغل شو ما كان، لو كنت أقل سعر ولو أقول لك شو ما كان ما حتاخد شغل، إلا إذا أنت فعلياً عرفت how to present and promote yourself، مش للكونكشن اللي وصلك لهذا المكان أو لهذه الشركة اللي بدها الشغل. بعد ما توصل لهون في كثير خطوات راح تمشي فيها، steps راح تكون عم تمشي فيها، إذا ما كنت قدها ما حتاخد شغل. وإذا صار وأخذت شغل وخبصت وما كنت قد إنك أنت تطلع deliverables والمتطلبات بالشكل الصحيح وأب تو ذا ستاندردز، انت ما راح تحلم تاخذ معهم شغل بعد الشغل اللي انت اخذته وخبصت فيه. يمكن اصلا يطلعوك من البروجكت في نص الطريق، ويمكن يروح عليك كثير اشياء وكثير فلوس وتدفع اصلا ويدخل عليك بينالتيز، يدخل عليك كثير مشاكل وتخسر ريبيوتيشن. فلا تستخدم كونكشنز الا اذا انت فعليا قادر تبيض وجه هاي الكونكشنز وانك انت تقدر تستمر مع الشركات اللي انت بتشتغل معهم، مش بس في البروجكت اللي انت فيه، بالعكس عشان تاخذ معاهم projects أكثر طبعا من غير ما تخسر حالك. رقم 10 يمكن هي من أهم النقاط بعد ما عملت كل هذا الحكي، بدك to keep tracking and observing
and monitoring and controlling and deciding on every single thing. كبير أو صغير الشيء اللي أنت عم بتتابعه، لكن بدك تضلك تتابع كل شيء عم بيصير، كل كبيرة وصغيرة. يمكن رح تعطي المجال للتيم دائما مرات يقرر كثير، لكن you are tracking شو عم بيصير في الوقت اللي يمكن يكون أخذ فيه قرار يمكن مش صح أو قرار غلط أو مش أصح إيش يتسوى. you will be directing. وهون هذه الشغلة بتكون كثير حساسة، لأنه مرات الشخص بتحسس من أنه حدا monitoring him أو controlling him أو أنك observing him. أنت بتعرف كيف بدك تتعامل بهذه الحيثية تحديدا من غير ما تزعل الناس منك. طبعا في كثير كثير مواقف زعلوا مني في مواقف يمكن بنقاشات احتدينا فيها وبمناقرات، فأنا هون لم بحكي لكم أنا I'm sorry بس هذا اللي عم بصير. مش معنى أنك أنت بدك تتعامل in a smart way أنك أنت ما تتناقل، مش معنى أنك أنت إذا ممكن تتناقل أنت دائما تتناقل. تعرف متى بدك تستخدم which style of leadership أو which style of doing the thing أو the task. فهاي من السكيلز اللي لازم الواحد ينمي عند حاله، ما بدعي أني أحسن واحد فيها، بس إن شاء الله أني أكون عم بعمل هذا الشيء بشكل صحيح. النقطة رقم 11، إحساس بقيمة الوقت بكل حيثياته، بكل ثانية فيه، كل دقيقة فيه. تحس قديش قيمة الدقيقة والثانية اللي بتمر من حياتك. وعن جد عن جد عن جد مش motivational ولا inspirational ولا emotional، بس جد لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأنك إذا ما عملته اليوم راح تأكل زفت بكرة، وراح تعمل اللي أجلته اليوم واللي عملته بكرة راح تضطر تأجل اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وراح تخسر كثير أشياء. في project أنا يمكن ما أجلت، بس تأخرت في إني أبعت quotation أو أرد عن إيميل فيها، وخسرنا هذا البروجكت فعليا، مع أنه كان ممكن يكون اللي فيه بوتنشل عالي. أوكي هي رزقتي، لكن لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ومن أعمال اليوم اللي أنت لازم تسويها عبين ما رجع لك أنا في الغد بفيديو جديد، أنك تحمل تعمل لك شوية لايكات هيك، شوية كومنتس، وتحط لي فعليا إذا أنت في مكان عم تشتغل فيه وعم تقدر تنفذ هذه الأشياء اللي أنا قاعد بحكي لك إياها، شو هي الأشياء اللي فعليا أنت أوريدي عم تعملها، شو الأشياء اللي أنت شايف إنه لازم تصير تعملها. وإذا كل اللي عم بحكيه ملوش داعي، قل لي في الكومنتس إنه كل اللي عم تحكيه يا جاسر هذا حكي فاضي، بس بحب أشوف رأيكم لحتى أنا كمان أستفيد من الأراء تبعتكم. بشكر كل حدا عم بيحط كومنتس أو أسئلة أو لايكات أو شيرز على الفيديوز، لأنه فعليا عم بخليني أستفيد من الديسكشنز اللي عم بتصير يمكن على الفيديوز، وحتى لو كانت قليلة. من هون لأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.